السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا في هذه الدورة أنا هستخدم الـ IDE اللي هو Atom. أنت بالنسبة لك حر في استخدامك أي IDE يعجبك. على طول هذه السلسلة بالـ HTML5 والـ HTML أنا هستخدم الـ Atom. أنت حر، ليس من الشرط أنه أنت تستخدم نفس الـ IDE اللي أنا بستخدمه. حضرت على Open Project. Open Project واجي اختار الديسكتوب، واجي اختار HTML5 dot، اعمل هنا أنا Close وهذا ايضا Close. الاحظ انه ظهر عندي، لاحظ صار عندي هذا الكود. اتصور حجم الكود ايضا مناسب للدورة. موضوعنا عن الفورماتينج، كيف نعمل فورمات للـ HTML. طبعا اقصد بالفورمات انه ترتيب النص اللي حيظهر للمستخدم وليس عملية حذف البيانات. طيب هنا لو نجي نعمل لنا H1، وهذا ال H1 لاحظ في داخله حكتب مثلا text formatting، لازم أغلقها. تمام H1 H1 بهذا الشكل. راح اعمل سيف، ارجع للصفحه، اعمل ريفرش، لاحظ تكست فورماتنج. لاحظ الفرق، هذا لانه هيدينج اعطى حجم معين. طيب هنا أنا في عندي انا باراجراف، لو كتبت هنا أنا محمد عيسى واعمل سيف، اعمل ريفرش، الاحظ ظهر عندي محمد عيسى. أين الفورماتينج؟ الفورماتينج إنه أنت تغير شكل النص. لو أجيت هنا عملت كوبي من هذا وعملت الأسفل وعملت لبست. طيب حبيت إنه مثلا محمد على سبيل المثال أعطي له ثخن، فليكن مثلا بي بولد. طبعا بولد بيتم يحتاج إلى فتح التاج وغلق التاج إكس، وضع محمد بينهم. نعمل هنا سيف، ريفرش، ألاحظ إنه محمد عيسى اللي ظهر ثاني واحد لونه أغمق، أثخن، أعرض، صح؟ إذن هذا هو الفكرة من البولد. طبعا أنا ممكن أضع الكل في البولد، أعمل سيف، ريفرش، ألاحظ الكل أصبح بولد أو جزء من عدها. This is bold. تمام؟ أعمل سيف، لاحظ لو عملت ريفرش حيظهر هذا بولد، لكن هذا ليس بولد. ليش؟ لأنه بيغلق البولد في هذا المكان. طيب ممكن أيضا أنه هذا التكست مثلا and italic، في عندنا تاج اسمه italic اللي هو حي يقوم بميلان التكست. يعني على سبيل المثال لو جيت هنا كتبت I، فتحت التاجات وكتبت I وأغلقها بـ I آخر، وأجي أخذ الـ Italic وضعها بين الحرف الـ I بالتاجات المفتوحة والمغلقة، أعمل Save، ألاحظ أنه الـ Italic حتكون مائلة. لاحظ مائل، أصبحت مائلة. ممكن أيضا أنه لاحظ لو أخذت هذا X وضعته قبل الـ This حيكون هذا النص كله بالمائل. لاحظ ممكن أيضا أنا أجعلها مائل بالكامل، يعني أخذ هذا X وأضعها قبل محمد وأعمل هنا أنا Ctrl Z قبل البولد أيضا وأعمل سيف، ريفرش، لاحظ حتى محمد أصبح مائل. يعني ممكن أنا لاحظ هذا البولد في داخل من؟ هذا البولد في داخل الإيتاليك اللي هو مائل. تمام، يعني أستطيع أستخدم تاجين في نفس الوقت، أعطي له تأثير البولد وأعطي له أيضا تأثير الميلان. جميل جدا. طيب أنا ممكن أيضا في عندي تاج آخر اللي هو مارك. المارك ملاحظين أنه لما يكون عندنا شيء معين نحب نعلم عليه، فممكن أيضا استخدام المارك. لو عملنا هذا كوبي مثلا وعملنا هنا بيست حتى لا نتشوش، ممكن أشيل البولد وأشيل الإيتاليك وأعمل مارك. المارك تجي تكتب هنا مارك، تغلق تفتح واحد آخر مارك بهذا الشكل. وضع محمد عيسى في المارك، أو مثلا أضع
عفوا كنترول زي كنترول زي اضع محمد فقط في داخل المارك. لاحظ اصبح محمد عيسى باللون مظلل باللون الاصفر. هذه هي الفكرة من المارك. ممكن اعمل خط تحت عيسى مثلا وذلك باستخدام التاج الاندرلاين. الاندرلاين التاج بيستخدم يو حرف اليو وايضا تغلق هذا التاج واجي اضع مثلا عيسى في داخلها على سبيل المثال واعمل سيف واعمل هنا رفرش. الاحظ انه تحت عيسى اصبح خط. طبعا انا ممكن ايضا نفس الشيء استخدم الخط تحت محمد واجعلها مارك ايضا يعني شيئين ممكن انه اني اضعها. لاحظ الخط اصبح تحت محمد ايضا يعني ممكن استخدام اكثر من تأثير في التكست. ممكن انه احنا نعمل سترايك مثلا لو اخذنا هذا كوبي قلنا انا بيست سترايك ونجي ناخذ هذا كوبي بيست سوري نحذف هذا اليو نحذف هذا اليو نبقي فقط سترايك على محمد مثلا ونجي نعمل هنا رفرش. لاحظ اصبح خط على محمد. هذا بيفيدنا مثلا لو حبينا انه نعمل خط لشيء معين مثلا بيمر من منتصف النص. في عندنا ايضا السوبر سكريبت مثلا خلنا ناخذ فكره عنه. لو جيت على محمد مثلا هنا كتبت SUP SUP هو سوبر سكريبت واعمل سيف خلينا نشوف تاثير محمد كيف راح يكون. لاحظ بيصعد محمد للاعلى ويتصغر وهذا عيسى. طيب في عندنا مثلا السب سكريبت مثلا SUP حنستخدم SUB SUB خلينا نعمل هنا سيف. لاحظ رفرش اصبح في الاسفل. فانت عندك السوبر اللي راح يكون محمد مصغر لكن في الاعلى اعلى من عيسى وفي عندك مثلا محمد في الاسفل عيسى. في اوقات بنحتاج هذا النوع من الفورمات. في عندنا شيء اخر اللي هو ديليت المحذوفه. لن يحذف النص لكن بيظهر لك اياه كانه محذوف. فديل بالطرف الاخر ديل سيف لاحظ بهذا الشكل حيظهر ايضا خط على محمد. لاحظ بهذا الشكل تقريبا نفس فكرة السترايك. في عندنا ايضا الانس اللي هو انسرت. انس I think ins ins I think بهذا الشكل يتم كتابتها ins. لو عملنا ريفرش لاحظ بيضع لك خط كدلالة على الانسرتد انه تم ادخالها على سبيل المثال. في عندك ايضا اللارج يعني طبعا حاطي سبيس هنا ممكن اكتب blg وهنا ايضا blg. نعمل ريفرش. Okay, so this is عفوا big 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 يعني كبير بالإنجليزية. لاحظ محمد أصبح أكبر من عيسى. وفي عندنا أيضا small اللي هي عكسها إنه يعملها صغيرة. small بهذا الشكل refresh. لاحظ أصبح محمد عيسى محمد أصغر من عيسى. طيب خلنا نوقف هنا نكمل درس القادم.